الرحمن الرحيم والسيدة الفرق إلى ما ظل من قبل أن يستمر وقافية السيدة الكورسة هذه نحاولوا نركزوا على الجانب النفسي والجانب الديني باش يكونوا الدراري في المستوى الماتش ديال الاستمرار كنظن أمام آخر ماتش اللي غادي نجمع باش نحققوا فيه ثلاث نقاط اللي غادي يعطينا عزيمة باش نمشيو باش نصولوا ونحافظوا على البقاء ديالنا في الموسم الثاني. وبالنسبة كاين شي انسجام ما بينك وبين اللعابة بعد استقالة المدرب عبد الصمد بن نور؟ ما ننساوش بأن السي عبد الصمد بن نور قام بشكل كثير الفريق هو أبن الفريق حاول ما استطاع ما أمكن باش يقود سفينة الفريق إلى البر الأمن لكن كمل الخدمة ديالو لاعبين كاين احترام تام بكل صراحة ونتمناو التوفيق إن شاء الله للجميع. بالنسبة كلمة أخيرة يمكن تقولها للزوار ديال موقع سبور ناظور اللي كيستنى من الفريق إلى ناظور يحقق ثلاثة النقاط. كنطلب بكل صراحة جمهور الفريق إلى ناظور باش تظهر الجميع على المصلحة ديال الفريق وكنتمناو باش دابا الكرة راه عند اللاعبين بكل صراحة لازم علينا باش نحققوا نتائج إيجابية. حققنا نتائج إيجابية كترجع للجمهور وكتجيب المسائل اللي كيكون كل شيء. شنو المقابلة اللي استعدت شنو المقابلة اللي يعني نستعد سجن حماس سجن يلعب قين عازم ان شاء الله المقابله ان شاء الله خصنا ثلاثة ترقيدين وخصنا نربح من غير عارف زعما باش نقيم ديال قيم الطموح قيم الامل باش ان شاء الله نقيم المجموعه الوطنيه الثانيه ونشن الثالث نعش الجمهور هذا غير باش ان شاء الله نستطع باش نحقق الانتصار باش نقيم ان شاء الله باش ان شاء الله الطموح باش نقيم المجموعه الوطنيه الثانيه وان شاء الله خصنا باش نقيم خصنا تيري الجهد مره للعاب ولا الجمهور ولا المكتب ولا مدينه النظر كامل ان شاء الله ندوز شويه الدعم باش ان شاء الله شي نفرح شوما الفرقيه هي اللي كاع عدتها وعاود زعما زعما تجيبو نتمنى ان شاء الله عند جنة ان شاء الله.